أكد رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي جمال عمر أن مطار الخرطوم يعمل بصورة طبيعية، وقال لدى تنويره للسفراء الأجانب المعتمدين لدى الخرطوم وممثلي المنظمات الدولية إن تأجيل بعض رحلات الطيران يعود للصعوبات التي كان المسافرون يواجهونها للوصول إلى المطار نتيجة للمتاريس المقامة على الطرقات، وأضاف أن الأجهزة الأمنية تعمل على إزالة المتاريس، وسيتمكن المسافرون من الوصول إلى المطار بسير واللحاق برحلاتهم.